أعلنت دائرة الآثار في محافظة النجف جنوب العراق عن العثور على قطع أثرية جديدة في موقع لدير مسيحي يعود إلى حقبة المناذرة جرى اكتشافه عام 2009، ومن بين المكتشفات صلبان نحتت من الحجر وأخرى مرسومة على جرار الفخار. في المناطق التابعة لمدينة الحيرة في المحافظة تعود للقرن السادس الميلادي. بعد أكثر من 80 عاما من الحفريات على بعد 17 كيلومترا من مدينة النجف جنوبي العراق، ترتفع اليوم فوق الرمال البيض أنقاض مدينة قديمة يعود تاريخها حسب تقييمات علماء الآثار إلى أكثر من 1700 عام. لقنة أثرية وجدران قديمة ورموز ترجع للعهد المسيحي في تاريخ العرب على هذه الأرض. تم العثور على الملتقطات اللي من خلال التنقيب في هذا الموقع على مجموعة صلبان، ويبدو وحقيقة أكدت أن هذه البناية فعلا هي تعود إلى الفترة المسيحية، واعتمدنا على ذلك من خلال الزخارف الموجودة في هذا الموقع. عمليات التنقيب في هذا المكان بدأت في ثلاثينات القرن الماضي بإشراف جامعة أوكسفورد للكشف عن آثار مدينة الحيرة التي كانت تعد جنة الله على الأرض، لكن هذه الجهود توقفت عام 2003 بعد غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين. فمنذ 5 سنوات أثناء بناء المطار بمدينة النجف تم العثور على أنقاض تاريخية جديدة، ما جذب اهتمام علماء الآثار ومعظمهم من العراقيين من جديد إلى هذا المكان. الصلبان الحجرية والرموز المسيحية الأخرى التي تم اكتشافها هنا يجمعها اليوم المتحف الوطني في العاصمة بغداد. على مر العصور شهدت بلاد ما بين النهرين نشوء حضارات جمعت مختلف الديانات على أراضيها، ما يؤكد وجود هذه الآثار فضلا عن تزايد اهتمام المؤرخين وعلماء الآثار من جميع أنحاء العالم، إذ تحتضن أراضي العراق أكثر من 12 ألف موقع أثري، ولكن يبدو أن هذا المكان يأتي على رأس هذه القائمة مع توقعات بأن يكون هذا الموقع المسيحي جزءا من تاريخ مدينة الحيرة عاصمة دولة اللخمينيين القديمة ومركزا مسيحيا قديما للعرب في القرن السادس الميلادي. ناتاليا بروتوبوبوا، سمير العادلي، روسيا اليوم.